وتابع من تونس مع الدكتور الطيب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس. مرحبا بكم معنا دكتور الطيب. أسألك ما رأيكم في هذه التصريحات أو هذا النهج الذي ظهر فجأة، اتهام أنصار الشريعة بأنها هي السبب في كل ما يحصل، اغتيال المعارضين السياسيين وأيضا الأعمال الإرهابية في جبل الشعانبي؟ هذا ليس بالأمر المستغرب، فقد كانت توجد معلومات قديما وذكرتها حتى نقابة الأمنيين من وجود سلاح وتدريبات في جبل الشعانبي، إلا أن الحكومة في ذلك الوقت نفت ذلك وقالت أنها مجرد تدريبات رياضية، وبعد أشهر يتبين أنها كانت في الحقيقة تدريبات إرهابية. إذن موقف الحكومة في هذا يبعث على الحيرة ويجعل الثقة فيما تصرح به الحكومة منعدمة مع الأسف. وبالإضافة إلى هذا، فإن الإعلان اليوم عن قائمات للاغتيالات وذكر قائمات منها ورد فيها اسمي شخصيا، أنا لا أستغرب وجود اسمي في ذلك، ولكن ما أستغربه هو أن وزارة الداخلية مطالبة سياسيا وقانونيا وأخلاقيا بإعلام المعني بالأمر عندما يكون مهددا بالاغتيال. لم قامت بذلك مع البعض ووفرت الحماية للبعض، وشخصيا لم تعلمني بشيء في وقتي في ذلك الوقت، ولم تعلمني ولم توفر هذه الحماية. وهذا نقطة استفهام. يعني أفهم من كلامك دكتور الطيب بتوضيح أن شكري بالعيد ومحمد البراهمي كانت وزارة الداخلية تعلم أنهما مستهدفان من قبل؟ لا أستبعد ذلك مطلقا. لست مطلعا على وثائق الداخلية وعلى أسرارها، ولكن المؤشرات والقرائن يمكن أن تجعلنا نتصور ذلك. نعم، ولكن إذا كانت حكومة النهضة يعني في الأخير تتستر على هذه الأعمال، بأي دافع هنا قد يقول لك قائل، لأي سبب يعني، وهي الآن تتبرأ منها وتعتبرها مؤسسة إرهابية أو جماعة إرهابية، أقصد أنصار الشريعة؟ أن يكون ثمة تستر، فقد كان هناك تستر. لماذا؟ يجب توجيه السؤال للحكومة السابقة، حكومة إجبالي، وإلى حكومة على العريض. وحكومة على العريض رئيسها السيد علي العريض كان وزيرا للداخلية في حكومة إجبالي، فإذا هو عليه أن يجيب عن هذه الأسئلة. طيب دكتور طيب، ذكرت أنك أنت شخصيا يعني ضمن المهددين بعمليات اغتيال سياسية في الفترة المقبلة، كيف علمتم بأن هناك قائمة للمستهدفين الآن في تونس، ولأي سبب يتم استهداف هذه الشخصيات؟ هذا وقع الإعلان عنه من طرف وزارة الداخلية في ندوة صحفية زوال هذا اليوم لأول مرة، ومن الغريب أنهم كانوا يتصلون في بالبعض ويتسترون على البعض، فلماذا يعلمون البعض ويوفرون لهم الحماية ويتسترون على البعض ولا يعلمونهم بذلك؟ ما حصل معكم أنتم دكتور؟ هذا السؤال. أنتم عرضوا عليك الحماية وزارة الداخلية أن يعطوك مرافقة أو تكون لديك حماية خاصة؟ علمت اليوم. لا لم يعرضوا علي لا حماية ولا أعلموني بوجود اسمي ضمن قائمة، ولكن اليوم فقط أعلنوا عن ذلك. طيب لماذا استهداف هذه الشخصيات؟ لأسباب سياسية وفكرية بطبيعة الحال. نعم، كل من هو ضد التعصب وضد العنف وضد الاغتيال وضد الإرهاب ويعبر عن ذلك سياسيا وفكريا، طيب، يمكن أن يكون مستهدفا. نتمنى لك السلامة على كل حال إن شاء الله ولتونس بكلها. شكرا جزيلا لكم دكتور الطيب البكوش الأمين العام لحركة نداء تونس، كنتم معي من تونس.